ياسمين عن جد واو بتعقدي. ثانك يو ياسمين، يعطيكي الف عافيه، ونحن كثير انبسطنا فيك انك كنت معنا اليوم بالاستوديو وبرا الاستوديو، نورتينا وجود لك. اكيد ان شاء الله بنشوف بيرفورمنس لك يكونوا عالميه اكيد، وبنرفع راسنا فيك. ثانك يو ياسمين، جود لك. ثانك يو حبيبتي، جود لك. هبه واو أيه. ماشي يعني ما فيك تشيل عينك عنها ابدا ابدا ابدا. هبه مكفيين طبعا معك، اكيد مكفيين. وشو لك؟ طب بدي اقول لك ثانك يو لانه مش معقول شو حلو الانرجي اليوم. ومكفيين اكيد بواحد اثنين ثلاثه، خلوكم معنا. كفايين كفايين، يوم ما حنوقف رولا، ما حنوقف سبور ابدا، وما رح نوقف هالبوزيتيف فايبز اللي عن جد ملايين اليوم. استوديو عالم صباح ضيفي كثير انا بحبها وكثير هيك عزيزه على قلبنا بعالم صباح، اميه مطرجي. اهلا وسهلا، اشتقت لك. ميرسي. انا كمان. خبرينا شو حنعمل اليوم؟ اليوم جايبين عصي معنا مشان ستات البيوت ما بيهمهم يروح على النوادي او يكون عندهم شيء كمعين، يعني بيقدروا يعملوهم بالبيت يستفيدوا يعني منهم. هلا ما في حجه يعني، ما في حجه لحدا، ما حدا ما عنده عصا بالبيت، ما حدا يقلع. لا لا ما حدا ما عنده عصا بالبيت، بجيبوا العصا ماكسيموم في العصا تبع اللي بتنظف 100% فينا فيها تستعملها. ما حدا عنده حجه ما قلتوا، لانه كل الناس بيقدروا يعملوا سبور، مش ضروري يروحوا على النادي يعني. هذا النوع من السبور اللي اليوم حنعمله بالعصاية لكل الأعمار، في كل الأعمار بيقدروا يعملوا. أوكي. كل الأعمار. وأي أي عضلات بتكون عم نحركها بجسمنا؟ بنحرك الكتاف. أوكي. والمعدة. اليوم على شو حنشتغل فأزان؟ فينا نشتغل على الكتاف والخصر والمعدة والفاس. بس جري. بس على الخفيف يعني. كل هو بس. كل هو عادي. طيب. يعني على كل جسمنا. ايه. اوكي. شفت بالون كمان. ايه في هذا ميديسين بول كمان فينا نستعمله. نعطي فكره للمشاهدين. نعم. انه اذا فينا نستعمله كمان بالبيت، كمان فينا. نعم. نشتري ونستعمله. كمان للمعده والخواصر. قد ايه لك تعمل سبور زكريني؟ صار لي هلا 18 سنه. بسم الله عليك. يعني اللي ما بيتحمس يعمل بيتحمس بس يشوف عن جد. ولا نهار ما كنت محمسه على طول. بتحمسي وبتحمسي 100%. طيب رولا انت محمسه تعملي معنا او ما؟ ولا انا اليوم لبست ثياب اليوغا كمان، مش بس. طيب خلينا علي محل. خلينا نجرب مع اميه. لكن يلا ثلاثه العصي كمان. جايبه ثلاثه عصي؟ ايه جايبه حسب حسابي. ساعه عم بقول ما في حدا يهرب وما يهرب، مش قادر اهرب يعني. هلا الحركات الكتير صعبين يعني. اميه هي في سبيس لحنا عصا وطويله. اميه انت حتوقفي اكيد بالنص. اوكي. لا تخبرينا شو لازم نعمل. اوكي اوكي. انت وعي يعني. بس لانه باخر فقره رح تاخذي وحده مني. يلا معي هلا في هيدي الحركه. في ناس عندهم اوجاع بكتاف هون. نعم. بنحطها هيدا لانه بنعمل فيها هيك خصر. بنعملها هيك. اوكي. بس هيدا اللي وراي عم بيزعجني انا. شو هو؟ هذا المحطوط على خصري. بس عن اذنك شوي بس كرمال تنزليها شوي هيك بيمشي الحال. اوكي اوكي. يلا. البروم خصر. اوكي. هون شو بنكون عم نحرك؟ اوكي عم نحرك الخصر. اوكي. اوكي. بتساعد انه تشيل الفات عن خصر. بس بدهم يعملوها مش مرة، كل يوم. اوكي. يعدوا خمس دقائق يعملوا، بعدين في هاي الحركة الثانية. نمت. بنعمل اجرينا شوي هيك لنعمل معدة. اها. هون عم نحرك فاذا عضلات المعدة؟ ايه. معدة كمان. تنصحينا قد ايه نعملها؟ كم مرة وقد ايه وقت؟ هلا حسب كل واحد قد ايه بيقدر، يبلش فيها مثلا 10 مرات. نعم. كل يوم يزيد شوي. شفتي كيف؟ فينا نعملها 50 100 200 حسب واحد ما بيقدر. 300. هلا في الحركة الثانية. خصر. اها. شدي حالك هبا. ايه. يلا. عم بيفكرون انه يمكن حركات سهلة بس عن جد في تاني حركة ابدا ما نصحين ابدا. 2 3 4 5 6 7 8. نعملها يمين وشمال اكيد. يلا هلا في كمان حركه للمعدة نعمل. في ناس ما بيقدروا يناموا على الارض. صح. نعلي هيدي كمان معدة. ايه اوكي.
هيدي مش قصاص للايدين؟ كثير مهمه للكتاف. للكتاف؟ ايه تمام. ايه اوكي. للكتاف في ناس كثير عندهم اوجاع برقبتهم وبكتافهم، صح، عندهم بروبلم. مزبوط. اكثر شيء كمان الستات البيوت بيعانوا، اكثر شيء يلي بيشتغلوا ببيتهم بيعانوا من وجع رقبه. نعمل هيدا فاصلا هيدي الحركه لورا، أربعة خمسة ستة سبعة عشرة ثمانية تسعة عشرة كرمال رولا بنرجع بنعيدهم. واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. انت كرمال هبة هلا. لا لا عن جد يلا هلا هيدي رح نعمل فيها سكوات. اها بيستعملوا العصا كرمال ينزلوا مظبوط، لأنه في ناس كثير بينزلوا هيك، صح، الركبه مش لازم تطلع عن الصبيع، مشان هيك منيح يستعملوا العصا بينزلوا هون. لازم ننزل بالفاس تبعنا، صح؟ ايه اكيد. اوكي يعني مش ننزل باجرينا. ايه لا بالفاس. اوكي زلي اربعة خمسة عم تعدي هبة؟ عم بعد ستة سبعة سبعين ثمانية تسعة عشرة عشرة أوكي. عشرة أوكي. هلا في اشياء بدنا نعملها على الارض. انت ما عم تشوفينا بس احنا عم نشتغل كثير صح وراك. كورال هيدي معلش ضل يلا ما بيأس ما بيأس. هلا انت حتعملينا الحركه اللي على الارض. رح اعملكم انا هيدي. اوكي من نام لورا. هبا اذا بدك مش ضروري كمان مش مشكله لانه ما في مطلع. اوكي واحدة حلوة ثلاثة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بعدين فينا نعمله ثلاثة أربعة خمسة ستة كمان عم نحرك معدة معدة إيدين فاس كل شيء عن جد. واو أوكي كمان هذه فينا نعمل فيها هيك الناس اللي ما فينا نعدوا إجريهم هيك. هيدي للخواصر ومعدة إيه. اوكي قوية اوكي عن جد هي حركات كثير سهلة. هي بتفكروا سهلة بس مش سهلة. سهلة انه ننفذها يعني ما بدها شيء سهلة سهل بدنا نكفي فيها. ايه كمان اول ما نبلش انه سافا بتعقد حلوة في عندك هيدي كمان يب. هونيك بقى يلا هيدي وان حلوة تو. هيدي قد ايه وزنها؟ هيدي وزنها شيء 3 كيلو 3 كيلو أوكي. في أكثر وفي أقل. اها فينا نستبدلها بشيء معين يلي ما عنده مثلا هيك يعني كعبه بالبيت؟ فيهم يستبدلها بالعصا. كمان فيهم بالعصايه؟ ايه. اوكي يعني اذا بيعملوها سريع بياخذوا نتيجه. اوكي خمسه سته سبعه بعد كمان فيهم يعملوا فيها هيك ثلاثه هلا لو حدا وراي كنا نعمل بعد ونطلع فيها لفوق. عن جد واو عن جد وحيد شيء نو اوكي كثير سهل نفتح وجهنا. واو كمان بالعصا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني هن حركات فيهم يستعمل يعني هن يبتكرون كمان بالبيت. لأنه في كتير قصص بدك تساعدها بتساعد كتير منيح. بعدين فينا نعملوا هيك يلا خلينا نرجع نكفي مايك لكن كيف فينا نعمل؟ ننزل نعم ها انا حيوقع المايك بس مظبوط. اوكي ثلاثة أربعة خمسة برافو حكون أحسن منك رولا مجربة. اوكي اوكي نعمل فيهم هيك. اوكي انا دوق على الميكرو انا كمان يلا في بعد تفضلي يوغا يمين شمال يلا يلا مايك مايك عم نوطي بعض. اوكي بعتقد لقطة اذا بتكون فينا ننتقل على الاجر الثاني كمان تنعدي مش هيك تاخذي مطرح وقتها بنريحوا كمان بيعملوا هيك شو هيك؟ تي ريحوا كتافهم. اها اوكي بعدين اخر حركة هيدي كمان للريح ايه كمان للحصر أربعة كمان فينا يمسكوا إذا ما بيقدروا بيبلوا بهالطريقة إيه
بس بتكونوا شادين عضلات معدتهم. طب بدي اقول لك ثانك يو. اوكي يعطيك العافيه. ميرسي. نحن كثير عن جد بننبسط كل ما تكوني ضيفه معنا، وعن جد يعني اعطيتينا حركات كل ست بيت فيها تعملها رولا ببيتها. كل ست بيت عندها عصايه ما تهربي مدام. بليز مدام اعمليهم بالبيت. عن جد لا قولي سهلين انه تتحفظهم انه إيه؟ تعرف انه كيف بينعملوا، بس شوي شوي يمكن واحدة بتتعب اول وقت. مش طبيعي لانه هن هول اهم شيء نسرع دقات قلبنا. مزبوط تنقدر نضاين يعني نضلنا منيح يعني. صحيح. قولوا لي يلي ما لحقوا وشافونا هلا. بلا ما تشوفونا. بيشوفونا اكيد على futuretvnetwork.com اكيد، بس على الصباح فقره 1 2 3 اللي هن 17 فقره اللي مش حد مش يعني ما قادر اعد. لا بس اكيد بيرجعوا بيشوفونا وفقره كثير حلوه. ثانك يو لك لحضورك دائما. وهبه مكفيين نحن انت بالشربيني محل. فلا برجع بنشوفك هبه، وهيدي العصايه ثانك يو انا راح اتركها بس لغير استعملي. عاهبة ان شاء الله. شكرا لكم. اكيد كفوا معنا بعد الاعلان لانه كافيه معكم بعد الصباح.